سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. عندنا سؤال جديد من عمر النهارده، بيقول ان هو عنده حاله كلاس 3، يعني الفك السفلي مسابق الفك العلوي بالشكل ده، والاسنان ايدج تو ايدج يعني بتقابل بعضها بالشكل ده. فبيقول يا ترى مده التقويم هتكون طويله ولا قصيره؟ خليني بس اقول لحضراتكم في البدايه ان حالات الكلاس 3 يا عمر بالذات بتكون من الحالات الصعبه جدا، ومش اي دكتور يقدر ان هو يتعامل معاها. ده نقطة لازم نكون فاهمينها كويس، حالات صعبة جدا، حالات الكلاس 3 والعضة المعكوسة. ومدة العلاج هتتوقف على 4 عوامل كنا اتكلمنا عنهم قبل كده: أولا الدكتور يكون محترف، ثانيا نوع جهاز التقويم يكون مناسب لطبيعة الحالة، لأن احنا عندنا أنواع كتير من أجهزة التقويم. النقطة الثالثة التزام حضرتك بالزيارات. النقطة الرابعة الالتزام بطبيعة الأكل ونظافة الأسنان أثناء التقويم. لو أنت التزمت ب4 عوامل دول وخدت بالك منهم كويس جدا، أمورك بإذن الله هتمشي على أحسن ما يكون. وخليني أفاجئك كمان إن زي ما قلت لك في بداية الفيديو إن حالات العضة المعكوسة وحالات كلاس 3 بتبقى حالات صعبة جدا ومش أي دكتور إن هو بيعرف يتعامل معاها، كذلك بتكون حالات سريعة جدا في العلاج، شرط إن هي تكون اتعالجت بشكل صحيح وتحط لها التشخيص الصحيح وخطة العلاج السليمة وخطوات العلاج المناسبة لتفاصيل الحالة. بس كده، أتمنى إن أنا كده أكون رديت عليك بشكل وافي. لو في أي أسئلة تانية تقدروا تسيبوا لنا في الكومنتات وإن شاء الله نطلع نجاوب عليها مع حضراتكم. كان معاكم دكتور إسلام نبيل. سلام عليكم، باي باي.